in nomine Dina. حصة ستشتاقي إليها. حصة أستاذ هادي. هادي يعوض. من تتوقعين العودة بتصويت الجمهور وبتصويت الطلاب؟ تصويت الجمهور لحنان، وتصويت الطلاب طبعا شهادتي مجروحة في نفسي فأكيد. الطالب الأقرب إليك ولماذا؟ الطالب الأقرب إلي هو رافائيل، ولماذا؟ لأن شخصيته قريبة مني جدا. أكتر ما تكرهينه في التسميات؟ إن أنا طلعت تسميات. صف التسميات بكلمة واحدة، إنها بايخة جدا التسميات. من كنت تفكري خلال إعلان دورة للتسميات؟ بأمي. من هو الطالب الذي تعتذري إليه لو خرجتي من الأكاديمية؟ لا ما بتهيأليش حد، لأني أنا عمري ما غلطت في حق حد. هل تفاجأت عند إعلان اسمك؟ لا، لأني كنت متوقعة من امبارح إن أنا طالعة. ما هو أول أمر ستقومين به يوم الجمعة عند الاستيقاظ؟ إني هركز على نفسي وعشان أغني كويس في برايم، ده أكيد. رسالة منك إلى شخص خارج الأكاديمية تطلبين منه طلب واحد. رسالة لوالدتي إنها تدعي لي يعني إن أنا أرجع تاني الأكاديمي وأشد حيلي.